بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب التوفيق والنجاح والسداد. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله بكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم في ثانية انطلاقة هذا المهرجان وهذا الختامي السنوي الكبير في هذا الملتقى والعرسي والتظاهر التراثي على أرضية ميدان الفليج لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم الخامس من شهر مارس لعام 2024. ينطلق هذه المنافسة الكبيرة والتحديات على كأس شرف كأس مولاي للهجن الذي ينطلق هذا الختامي السنوي الكبير. مرحبا بكل المتابعين، مرحبا بعشاق الأصالة والتراث. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام على بركة الله ينطلق هذا الشوط الثاني المخصص هنا للإبكار، تحديات الفايف ستارت الخمسة كيلومترات. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. المقدمة والصدارة هنا تتقدم خيال لعبد الله بن سلطان بسعيد الأغفيلي، من يقدم خيال على المركز الأول، بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء القدوم والانطلاق هنا من الريف لسعود بن علي، ياتي بن عامر اليابري يتقدم بهذه اللحظات، بينما الوصول الآخر هو القدوم القوي من مصيحة محمد بشطيط بن عبد الله الحبسي يتقدم في مستوى ثالث الأسماء، بينما أيضا رابع التحديات والتنافس هنا مشاهدين الأعزاء هو وصلت شواهين منصور بن علي بن حمد اليحافي يتقدم بهذه اللحظة، بينما الوصول هو القدوم الكبير هنا وصلت دولة. ياتي مشاهدين الأعزاء عزيز بن سيب بن حارب الدرعي يتقدم، وصلت هناك شواهين محمد بن مخيت بن عبد الله العويسي يتقدم. الوصول مشاهدين الأعزاء من الأسماء القادمة، الحضور القوي، عمالقة المضمرين، فطاحلة التضمير حضروا في هذا التنافس في هذا اليوم الكبير الذي يشهد هذا الملتقى الكبير هو المنافسة على هنا مشاهدين الأعزاء انطلاقة المهرجان، بينما القدوم هو الوصول. هناك وصلت حشيمة تتقدم مشاهدين الأعزاء بوصول قوي، هو نجومية الحاضرة بهذه الانطلاقة. هناك أيضا القادمة حاضرين للغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي يتقدم ليقدم حاضرين في المنافسة، كما حضوره أبو شهاب دائما هو متابعته في هذا العالم الساحر. عودتنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع هذا الانطلاق. الله الله الله، إياه من شوط، إياه من لحظة، أيضا بحضور قوي، انطلاقة هو نجومية متابعين عبر قناة عمان الرياضية الناقلة لهذا الحدث الأبرز، هو الأفخم والأكبر من نوعه في سباقات الهجن العربية الأصيلة التي تنطلق في هذا الختامي السنوي الكبير. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، شواهين تتقدم ليقدمها محمد بن مخيت بن عبد الله العويسي على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني الحاضرة والواصلة. إذا شواهين منصور بن علي بن حمد اليحافي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الواصلة خيال عبد الله بن سلطان بن سعيد الأغفيلي. وصلت مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام
الحقه ذياب بسعيد بن عامر البرطماني يتقدم بهذا الشعار الكبير الذي حضر في هذا المنافسة وحضر في هذا المهرجان بحضور الأبطال كعادات المحلل كعادات البرطماني كعادات أبو صقر بحضور القوي بحضور الفعال بحضور في هذا المنافسة الكبيرة كما كان هذا الشعار من توج بأول الأشواط الرئيسية أو حاصل النعم على المركز الثاني بحضوره القوي وتابعنا بيوم الأمس كان أيضا بفترة المسائية بانتزاع سيارة بهذا المهرجان وبحضور القوي عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى المركز الأول عودة إلى الصدارة الأولى تتقدم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شواهين العويسي تتقدم على الصدارة الأولى ليقدم شواهين محمد بن مخيط بن عبد الله العويسي سلام بنقول يا العويسي على هذه الانطلاقة وعلى هذا الحضور القوي ولكن الحقة وصلت الحقة وصلت إذ أيضا الذيب بن سعيد بن عامر البرطماني يتقدم على الصدارة الأولى خذت الحق المركز الأول تقدمت على الصدارة الأولى يا سلام يا سلام يا هذا الحضور يا هذا الانطلاق يا هذه القوة يا هذه السرعة المنافسة الكبيرة المنافسة أيضا لأجلي انتزاع نقطة ذهبية من هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا هذا المهرجان الذي اجتمعوا أبناء السلطنة وحضرت الشعارات بل حضروا الفطاحلة وحضروا المدمرين لانتزاع نقطة ذهبية بل نقطة تاريخية نقطة تسجلها التاريخ في هذا العالم الساحر العويسي والبرطماني الحق هو الشواهين المنافسة في الرمق الأخير 600 متر الأخيرة جولة الأوامر جولة التعليمات ما شاء الله تبارك الرحمن إذا الحق تتقدم الحق على المركز الأول بسم الله يا هذه السرعة والعصاب الأبطال ولكن ركز وتابع اللي قادمه هو وصلت مشاهدينا إذن اللي قادمه مشاهدينا الأعزاء الوصول القوي النجومية الحاضرة بشعار أيضا يتقدم حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ولكن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تنطلق الحق على صدارة الحق على المقدمة أيضا يتقدم مشاهدين الأعزاء البرطماني روح البرطماني روح أبو سعيد انطلق إلى المنجم تهانينا هو الناموس إلى المحلل الكبير تهانينا إلى أبو صقر سعيد بن عامر البرطماني حي المحلل حي أبو صقر على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني بشعار حمد بن محمد سالم الوهيبي من حضرت بحضور قوي المركز الثالث إذا مشاهدين الأعزاء شواهين محمد بن خيط عبد الله العويسي المركز الرابع إذا هناك كانت بحضور قوي أيضا ونجومية ما قطنا ياتي فايل بن حمد بن علي العويسي المركز الرابع اول خامس هناك بالفعل نعم علاج لغالب بن علي بن ناصر اليحمدي من كان حاضرا في المركز الخامس تهانينا هو الناموس على هذا الفوز هو الانتصار وفوز الحقه الذيب بن سعيد بن عامر البرطماني من حضر بحضور الشعار تهانينا إلى المحلل سعيد بن عامر البرطماني من كان حاضرا مع هذه الانطلاقة وحاضرا مع هذا المهرجان بحضور الكبار تهانينا هو الناموس للجميع والكلمة إلى الاستاد أيضا هاشل السعدي لك الكلمة يا أبو هزع شكرا جزيلا هويد بن صالح الجحافي من وافانا بالتعليق على مجريات هذا الشوط المميز والشوط الرائع إذا تهانينا وألف مبروك أيضا للمحلل القدير سعيد بن عامر البرطماني وإلى أنجاله الكرام هنا ذياب بن سعيد بن عامر البرطماني قدم لنا الحقه في المركز الأول وتابعنا أيضا الشوط اللي قبله في المركز الثاني حضور قوي لهذا الشعار في هذا الصباح ألف مبروك التهنية والناموس بينما من احتلت المركز الثاني الظبي بشعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا تهانينا لك يا أبو سيف هذا الفوز وهذا الحضور الممتاز والضبي أيضا
تتألق في شوط جميل لتحقق مركز الوصافة في هذا الشوط. تهانينا والناموس الحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالث المراكز أيضا تابعنا القدوم الجميل والحضور الممتاز من شواهين اللي احتلت المركز الثالث. إذن